صغيرة بدرهم. لك أن تتخيل اللي ما باش اللي ما باش يجي. السلام عليكم واش لا فامي، مرحبا بكم في فلوج جديد، مرحبا بكم في نهار جديد. اليوم هو النهار الاول في اسطنبول، ان شاء الله غادي نساريوكم ونوريكم بزاف ديال البلايص. كاينين بلايص اللي هما قدام وكاينين بلايص جداد في اسطنبول، دونك نتمنى منكم تدعمونا بلايك وبالتعليقات ديالكم، واللي ما مشتركش في القناه يشترك باش يوصلوا الجديد ان شاء الله. دونك عندنا بروغرام ديال اليوم فيه بزاف ديال البلايص ان شاء الله غادي نمشيو ليهم، باقي بزاف ديال لي بلون ان شاء الله. المهم خليكم معايا ان شاء الله، ويلا باش نبداو لا جورني ديالنا. ليتس جو. فين بغيت نمشي اخويا؟ انا ما درنا اخويا الزويته ديال اخويا إيليغو باربر اويل، شي حاجه توب. تحيه للدراري كامل، ضروري ضروري خصك تشر. شو لما درنا الزويته ما كاين والو اخويا الزين. الزويته تاق 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 تاق، اللحيه تزيد تكبر. ناضي واش انا هو هذاك؟ يلا مشينا، ليتس جو. الاجواء مشمسة تتشاهدوا معنا، تبارك الله. كاين شي 27 درجه اليوم، دوك غادي نخرجوا باش نكتشفوا شويه، نشوفوا الحياه كيف ولات من بعد هذا التخفيف ديال عمي اردوغان. يلا خليكم معايا. ايوا حنا دابا في الشونج، يعني دابا زايه زايه ديال بصح 100 اورو تعطيك 1010 ليره، يعني مخيره بزاف، يعني اللي ما باش اللي ما باش صافي، يعني اسوء معدل ديال ليره زعما في النزول هو هذا. دابا دابا حنا كنوجدو في منطقه السلطان احمد، كيف تشوفوا الدنيا تبارك الله ما شاء الله، يعني من بعد نهايه الحظر الحمد لله. دونك كي قلت لكم الليره طايحه بزاف، يعني 100 اورو تضع لكم 1000 ليره، يعني في قبل كانت 100 اورو هادشي في باقي تنعقل في 2015 اول زياره ليا لتركيا، 100 اورو كتضع لك 495 ليره، 2018 100 اورو تضع لك 800 ليره، ودابا في 2021 100 اورو تضع لك 1000 ليره. عندنا اش نقول لكم، كاين الصاد صراحه الله، او ماشي الصاد ديال مراكش، ولكن 27 درجه تقريبا، يعني ملي تتمشى داكشي تحس براسك فعلا كتحس بالحراره. والغريب في الامر هو قرعه الماء، دابا قرعه الماء هذه دايره درهم، دابا الليره تساوي الدرهم، لانه هذا بحال قلتي اكفس معدل ديال الليره، يعني طاحت بزاف. تصور معايا دابا الدرهم تساوي الليره، دابا هادي تتساوي ليره، ليره هي درهم. دابا قرعه الماء صغيره بدرهم، لك ان تتخيل اللي ما باش اللي ما باش يجي فوج اخويا. يلا نشوفكم نكملوا معكم، راه حنا باقي مطولين معكم. ليتس جو. دونك كيف تشوفوا معايا، هذه اسطنبول كارت، يعني كانت عندي وحده قديمه من 2018 ولكن ما بغاش تخدم، دونك ضروري هاد الكارت تشريوها، تدير 10 ليره و كتربطوها بالهيس كود. الهيس كود هو كي قلت لكم الكود الصحي، وكاين واحد البلاصه هنا في حدا الكرون بازار غنوريها لكم، هنا كيدخل لكم المعلومه تاع الهيس كود فابور باش تولي لا كارت قانونيه. دونك هذا كاين قدام الكرون بازار، الكرون بازار هو هنايا منطقه بيازيد. درنا جينا هنا باش نديرو واحد الاستراحة قبل ما نكملو البروغرام ديالنا. اللي عجبني في
هذا بحال شكل شي سناك السربيه اللي هضرنا مع داكشي خدينا لا كوموند كلشي المسائل داكشي ملي شاف الماتيريال ديال الميكرو هز زعما التريبي ديال الكاميرا زعما قال لي سوني على لاشين قلت له انت راه لاشين زعما راه ماشي شي حاجه قلت له زعما راه باقي مبتدئ ومسكين الله الا دار لي ابوني في البلاصه يلاه وانتم اش تتسنى دخلنا عليكم بالله يلا بيف هي شوك تشكر دلم ساس تشكر لك يا اوكي عافية تلسون عافية تلسون لا دك جينا كتاخذ كل حاجه كتاخذ منا حاجه هنا الدجاج بحال مريقه الكزلامه هي هذه كتكون انت كتختار شنو بغيتي دير فيها مثلا الفروماج لي زيبينار الكفته هذه نورمال بالفروماج وهذه الكفته ومع الشاي ومع الاطلاله شوفوا معايا بالضبط في السلطان احمد يلا ناكل هذه الوجبه هذه ونتقاش عمر بعد ان شاء الله بدايه الجوله ديالنا هذه الحديقه الكبيره ديال الساحه اللي كتجي الساحه ديال السلطان احمد اول نجي لها الجهه واي صوفي غتكون ليها كيف تشاهدوا معنا الاجواء اكثر من رائعه صراحه الله واخا شويه الصاد ولكن صراحه الله الجوار دونك نمشيو نكملوا نمشيو للسلطان احمد دونك تنتواجدوا الان في منطقه السلطان احمد تبداو تشوفوا معايا الاجواء اكثر من رائعه يعني عوده الحياه تدريجيا هذه الساحه الكبيره ديال السلطان احمد وحنا دابا ندخلوا للمسجد ان شاء الله بقاو معنا دخلنا دابا باش ندخلوا ان شاء الله لمسجد السلطان احمد المعروف بالمسجد الازرق ديال الباحه ديال الزردة كيف قلت لكم الجو يا سلام يعني كاين شويه ديال السياحه يعني كاين لي توريست يعني تحركات القضيه شويه جروبات هنا اختي ديال الترميم دخلنا الان المسجد السلطان احمد زينا السويق ديالنا سوينزيرا ما شاء الله يعني مسجد تاريخي بكل ما تحمل الكلمة من معنى ما شاء الله يعني باقي بزاف ديال البلايص فيهم ترميم مسجد تيرمموه يعني كيف قلت لكم المسجد باقي في الإصلاحات حتى من القبة اللي كانت داكشي ما كايناش باقي الاصلاحات دونك غنمشيو دابا باش نكتشفوا جميع مسجد ايا صوفيا اللي كان متحف وتحول خليكم معنا هذا مجسم صغير ديال مسجد السلطان احمد هنا فين تقدروا تاخذوا تصورات واعرين مع السلطان احمد كيف تشوفوا باقي الاصلاحات شخطنا في الله تيصاوبوا القبه هنا تقدروا تاخذوا تصويره هكا وفي نفس الوقت تقلبوا وغادي تلقاو ايا صوفيا دونك بين الاماكن السياحيه اللي كاين في السلطان احمد كاين المسجد الازرق وكاينه ايا صوفيا بعد ايا صوفيا كاين متحف توب كابي وكاينه حديقه قلهانه يعني هادو هما المناطق السياحيه اللي تقدروا تشوفوا في السلطان احمد باقي مكملين معكم في الجوله دخلنا دابا لايا صوفيا اللي كان متحف ورجعوه مسجد بقرار من رجب طيب اردوغان دونك ندخلوا باش نكتشفوه يعني فايت لي دخلت ليه فاش كان متحف ودابا غادي ندخلوا ليه وهو مسجد
تبارك الله ما شاء الله. ما شاء الله. يعني كيف قلت لكم انا نخلي لكم يعني الصور ديال اخر مره دخلت ليه وسعر التذكره اللي كانت ديك الساعه حيت كان متحف يعني كتخلص ولا بغيتوا تدخلوا ليه دابا ولا مسجد تبارك الله باقي يعني كتشوفوا معايا رائع جدا صراحه الله ما شاء الله الدريات هذا حتى هو مع واحد الجماليه لا مثيل لها وباقي داكشي القديم ديال حيت كانت في من القديم كانت في كنيسه وردوها متحف والمهم داكشي جا تاريخي كيف تشوفوا راه الدنيا عامره تبارك الله يعني من بعد الغاء الحظر انتم شوفوا معايا دونك نتمنى يكون عجبكم الفلوغ و كيف العاده دعمونا باش يوصلكم ديما الجديد باقي جايين فلوقات جداد ان شاء الله في الطريق دونك طلعوا لي فراسكم ونشوفوا فلوق جديد ان شاء الله.